يقول هذا السائل: جاء في صحيح البخاري أن من قتل نفسه خالدا مخلدا في النار، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، نرجو التوضيح أفادكم الله. الخلود خلودان: خلود الكفرة وهو الذي ليس له نهاية، فهذا لا يختص بالكفرة، وأما الخلود الذي هو طول الإقامة فهذا قد يقع لبعض العصاة كقاتل نفسه، فإن الرسول قال: إنه في النار خالدا مخلدا فيها، يعني مقيما طويلا، نسأل الله العافية. فالعرب تقول في مناقات أطال الإقامة أقاموا فأخلدوا وطولوا. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فجعل المشرك والزاني والقاتل في عذاب وخلود. وقال جل وعلا في القاتل: ومن يقتل منهم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذا الخلود عند اهل السنه خلود له نهايه، اذا لم يستحل ذلك، اما اذا استحل القتل والزنا صار كافرا مخلد خلود الكفار، لكن اذا قتل وهو يعلم انه عاصي او زنا وهو يعلم انه عاصي هذا لا يخلد خلود الكفار، ولكنه خلود له نهايه. فالعصاة على حسب مراتبهم في المعاصي، من دخل النار منهم فهم متفاوتون في ذلك، منهم ما تطول إقامته ومنهم من لا تطول على حسب حاله في المعاصي، قد يعفو الله عن بعضهم فلا يدخل النار كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يعفى عن بعضهم في أعمال صالحة وكثرة خير، ولكن من دخلها منهم فهم على أقسام وعلى درجات، لكنهم لا يخلدون خلود الكفار، بل من كثرت معاصيه وعظمت كالقاتل والزاني فهذا يخلد خلودا له نهاية، وهكذا قاتل نفسه، يعني خلودا طويلا إقامة طويلة لكن لها نهاية، لا يخلد خلود الكفار أبدا عند أهل السنة والجماعة، ولكنه خلود له أمد وله نهاية، نسأل الله السلامة والعافية.